إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. مشروع البير الخيري، مشروع الحياة، صدقة جارية عن المرحومة فاطمة أحمد خطيب أم طه رحمها الله من كنا من فاعل خير حفظه الله، جزاهم الله خير الجزاء ويبارك في أموالهم وأولادهم وذرياتهم ويسقاهم من نهر الكوثر، ويجعل الله هذا العمل الخير في موازن حسناته. شكرا لكم يا أهل الخير، ما شاء الله.